في شهر يناير من عام 1917 طفت جثة متجمدة لرجل على سطح مياه نهر نيافا في بطرسبورغ بروسيا، وكان من الصعب التعرف على صاحبها، وتبين فيما بعد أنها جثة الساحر ورجل الدين الروسي راسبوتين، أحد أسوأ رجال الدين سمعة في التاريخ، الرجل الذي اعتبره الناس قوة شريرة خارقة للعادة سيطرت على القصر الحاكم لروسيا. ربما تتعجب من بدء القصة من نهايتها، لكن ربما تتضح لك الأمور قليلا عندما تعلم أن تلقي راسبوتين لأربع رصاصات وسم يكفي لقتل 5 أشخاص، كل ذلك لم يكن كافيا لقتل الشيطان الروسي قبل إلقائه في المياه المتجمدة. ولد غروغري راسبوتين في 10 يناير عام 1869 في قرية بوكروفسكوي الريفية الواقعة في سيبيريا، وفي طفولته تعرض لحادثة غرق هو وأخيه، غرق بها الأخ ونجا راسبوتين، ولكنه ظل في غيبوبة لفترة طويلة، وعندما أفاق منها ظهرت لديه رؤى مستمرة عن القوة الإلهية وقدرات الشفاء الخارقة، إذ كان باستطاعته أن يبرئ حصانا بمجرد لمسه. اكتسب في فترة مراهقته اسم راسبوتين وتعني الفاجر بسبب علاقاته الجنسية الفاضحة، فقد كان ضخم الجثة عريض الصدر، له ذراعان قويتان، وكانت الإناث تنجب إليه بمجرد نظرة، وكانت نهاية راسبوتين علامة على بداية النهاية للقيصر نيكولا والإمبراطورة ألكسندرا. فبعد مرور 19 شهرا على مقتله، أعدم قيصر روسيا وعائلته بأيدي الثوار البلشفيين، وصدقت نبوءة راسبوتين بزوال حكم القيصر لو قتل على يد أحد أقاربه. هل عانيت من البحث عن حقيقة شخصية ما ولم تجد ما تبحث عنه عبر شبكة الإنترنت الضخمة؟ إليك النسخة الجديدة من قناة متع عقلك. متع عقلك شخصيات، مكتبة السير الذاتية.